بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني طلبة الفرقة الأولى كلية الطب جامعة الفيوم، أقدم لكم المحاضرة الثانية في Practical Part of Neuroscience 1. كنا خدنا في المحاضرة الأولى Cranial Nerve Examination، هنكمل سلسلة هذه المحاضرات بالمحاضرة الثانية اللي هتشمل على Sensory Examination، ودي محاضرة تمهيدية للSensory Examination. المحاضرة عنوانها Receptors، هنتكلم عن الريسبتورز او المستقبلات التي تستقبل الاحساسات. اي احساس في الدنيا في ريسبتورز بيستقبل هذا الاحساس ثم ينقل هذا الاحساس عبر العصب الى السنترال نيرفس سيستم عشان يحصل لك سنس، عشان تحس بهذا الاحساس ايا كان نوع. هناخد ايه في هذه المحاضرة؟ هنتكلم عن الريسبتورز بوجه عام كديفينيشن، التعريف بتاعه، والفانكشنز المختلفة للريسبتورز، والكلاسيفيكيشنز الخاصة بالريسبتورز، والبروبرتيز الخاصة بالريسبتورز، وفي الآخر هناخد السنسري كود. دي الموضوعات اللي هنتناولها في هذه المحاضرة، وهي محاضرة تمهيدية قبل ما نتكلم عن الجزء البراكتيكال والتجارب العملية الخاصة بالسنسري. هنتكلم عن الريسبتورز، وهناخد أول حاجة في الريسبتورز الديفينيشن. يعني إيه ريسبتورز؟ الريسبتورز بوجه عام هي عبارة عن specialized structures، ده عبارة عن حاجات مركبات خاصة تستقبل الإحساسات بوجه عام. وعشان هي تستقبل الإحساسات بتكون موجودة في الـ peripheral termination of afferent nerve fibers. الريسبتورز بتستقبل أي إحساس ثم تنقله عبر الـ afferent nerve عشان يصل للـ central nervous system عشان يحدث لهذا الإحساس response في النهاية. يبقى كديفينيشن ريسبتورز عبارة عن specialized structures present at peripheral termination of afferent nerve fibers. ما هي وظيفة الريسبتور؟ الريسبتور يا شباب وظيفته الأساسية وليه ثلاث وظائف أساسية. أول حاجة إنه بيعمل detect any change اللي هو الستيمولس. أي ريسبتور بيحصل له استثارة عن طريق ستيمولس معين، والستيمولس ما هو التشينج في الانفايرومنت، تغير في البيئة، سواء كان هذا الستيمولس ميكانيكال أو كيميكال أو ثيرمال أو غيرها من الستيمولاي اللي هناخدها بعد كده. أي ستيمولس الريسبتور بيستقبل هذا الستيمولس وبيحصل بيعمله ديتكشن، يعني بيبدأ يشعر بهذا التغيير بهذا الستيمولس. بعد ما بيعمله ديتكشن بيحول الستيمولس الموجود ايا كان نوعه، سواء كان كيميكال او ميكانيكال او ايا او ثيرمال او اي ستيمولس، بيعمل له ترانسديوسر، يعني تحويل للطاقه بتاعته من طاقه مثلا حركيه او طاقه ميكانيكيه او طاقه كيميائيه الى طاقه كهربائيه، يعمل لي حاجه اسمها ريسبتور بوتنشيال، كهرباء في منطقه الريسبتور. ولكن الكهرباء الموجودة في منطقة الريسبتور ليس عندها القدرة انها تنتقل من مكان الى اخر، ما بتعملش بروباجيشن، فلا بد ان تتحول الكهرباء اللي موجودة عند الريسبتور اللي هي الريسبتور بوتنشيال الى كهرباء عندها القدرة على البروباجيشن، اي الى اكشن بوتنشيال. عشان كده الوظيفة الثالثة للريسبتور انه بيعمل جينيريتور، يعني يخلق جينيريت اكشن بوتنشيال، عشان هو الاكشن بوتنشيال ده اللي هيقدر يحصل له بروباجيشن ويصل للسنترال نيرفس سيستم. يبقى الريسبتورز كفانكشنز بيعمل ديتكتورز تو ديتكت اي تشينج، بعد كده بيحصل ترانسديوسر بيحول اي طاقه لطاقه كهربائيه بوتنشيال تشينج، اللي بيعمل لي ريسبتور بوتنشيال كهرباء عند الريسبتور، بعد كده كهرباء اللي عند الريسبتور دي لا ترقى انها يحصل لها بروباجيشن اي انتقال من منطقه الى اخرى، فتتحول يحصل جينيريشن اوف اكشن بوتنشيال، والاكشن بوتنشيال عنده القدره الى انه بيعمل بروباجيشن وينتقل عبر الافرنت للسنترال نيرفس سيستم. النقطه الثالثه في الريسبتورز الكلاسيفيكيشن، تقسيم الريسبتورز. تنقسم الريسبتورز الى انواع مختلفه، منها ما هو ميكانيكال، فنسمي هذه الريسبتورز التي تستجيب للتغيرات الميكانيكيه ميكانو ريسبتورز، ومنها ما تستجيب لتغيرات درجات الحرارة بنسميها ثيرمو ريسبتورز، ومنها ما هي تستجيب للألم للبين نسميها بين ريسبتورز، ولها اسم تاني نوزي ريسبتورز. نوزي يعني مقلقة، يعني ريسبتورز التي تستجيب للألم. وفي ريسبتورز بتستجيب للضوء سواء كان اللايت أو الدارك، نسميها إلكترو ماجنتيك ريسبتورز أو نسميها فوتو ريسبتورز.
وريسبتورز تستجيب للمواد الكيميائية زي الكيمو ريسبتورز. يبقى الريسبتورز تنقسم إلى ميكانو ريسبتورز، ثيرمو ريسبتورز، بين ريسبتورز أو نوزي ريسبتورز، إلكترومغنيتيك ريسبتورز أو فوتو ريسبتورز، and كيمو ريسبتورز. نبدأ بأول نوع من أنواع الريسبتورز، الميكانو ريسبتورز، اللي هناخد تفاصيلها في السنسوري، في التجارب السنسوري إن شاء الله. الميكانو ريسبتورز دي عبارة عن ريسبتورز بتعمل ديتكشن اوف ميكانيكال ديفورميتي اوف ريسبتورز، هي بتعمل ديتكشن للميكانيكال ديفورميتي بتاع ريسبتورز بالاكزامبلز اللي هنقولها زي التاتش، اللمس مثلا، ده عبارة نوع من انواع الميكانو ريسبتورز. البريشر ريسبتورز لما تضغط على حاجة معينة ده بريشر، ده نوع من انواع الميكانو ريسبتورز. وهذا النوع من الريسبتورز موجودة في السكن، يعني موجودة في المكان اللي موجود بره على سطح الجلد من بره على السكن، وأيضا موجودة في الديب تيشو، دي اللي بتشعر بالبريشر ريسبتورز. تمام يا شباب؟ يبقى أول نوع من أنواع الميكانو ريسبتورز، ريسبتورز خاصة بالتاتش أو خاصة بالبريشر ريسبتورز، موجودة مكانها في السكن أو في الديب تيشوز. تاني نوع من أنواع الميكانو ريسبتورز حاجة اسمها بروبريو ريسبتورز، ودي موجودة في الليجامنتس في الأربطة والجوينتس في المفاصل، ودي بتديك إحساس للبوزيشن الوضع بتاعك والستريتش والتنشن، كل ده هناخده بالتفصيل بعد كده. في ريسبتورز موجودة في الليجامنت من عليها تقدر تحدد وضعية جسمك ايه، هل انت قاعد، هل رافع رجليك، هل منزل رجليك، هل رافع صبعك، هل منزله، ده ريسبتورز اسمها بروبريوسبتورز، ودي موجودة في الليجامنتس اند جوينتس. كل الكلام ده هناخده بالتفصيل، دي مقدمة لما سوف ندرسه بالتفصيل بإذن الله. نوع ثالث من الميكانو ريسبتورز اسمها فيستيبولار ريسبتورز. فيستيبولار ريسبتورز ريسبتورز موجودة في زي موجودة في الانر اير، مسؤولة عن الاكيوليبريم، ودي هتاخدوها في السبيشال سينز في نيورو ساينس 2. ريسبتور اخرى اسمها كوكليار ريسبتورز، دي بتستجيب للصوت للساوند، دي موجوده ايضا في الانر اير، وانتم عارفين ان الانر اير ليها وظيفتين، بيطلع منها عصب اسمه فيستيبولو كوكليار نيرف، عصب جزء منه خاص بالاكيوليبريم في فيستيبولار ريسبتورز، وجزء اخر خاص بالهيرنج، وده اسمها كوكليار ريسبتورز. بالاضافه من انواع الميكانو ريسبتورز ايضا البارو ريسبتورز المسؤولة عن البلاد بريشر، اللي بتحدد ضغط الدم بتاعك، اللي على أساسه يبدأ الجسم يزود أو يقلل، يظبط الضغط عن طريق هذه الريسبتورز. يعني لما ضغطك يوطى نتيجة هيمورج مثلا، يبدأ الجسم يتخذ إجراءات زيادة السمباثاتيك سبلاي للبلاد فيسلز عشان يعلي الضغط مرة أخرى. طب إزاي الجسم بيعرف إن الضغط عندك وطي؟ عن طريق الريسبتورز موجودة في البيج أرتريز اسمها بارو ريسبتورز، مسؤولة عن الديتكشن أوف بريشر of blood pressure، بتحدد الضغط بتاعك. يبقى دي انواع مختلفه من الميكانو ريسبتورز، مش كلها هناخدها في السنسوري، لان في جزء الاخر ثلاثه البارو ريسبتورز دي هناخدها في الكارديوفاسكولار، والكوكليار ريسبتورز هناخدها في الهيرنج في المديول نيورو ساينس 2، والفيستيبولار ريسبتورز هناخدها في الهيرنج ايضا او في الموتور في نيورو ساينس 2 ايضا. اما اللي هناخدهم المره دي هو التاتش والبريشر ريسبتورز والبروبريوسبتورز الموجوده في الليجامنتس. دي انواع الميكانو ريسبتورز الخاصه اللي لازم نكون عارفينها، لان ممكن اسالك سؤال ام سي كيو، البارو ريسبتورز كونسيدرد از ميكانو ريسبتورز، صح ولا غلط؟ صح. لو قلنا حاجه تانية غير ميكانو ريسبتورز يبقى الاجابه غلط. دي ممكن سؤال يجي حاجه زي كده، دي تجميعه الميكانو ريسبتورز الموجوده في جسمنا. يبقى انا بتكلم عن ايه عشان ما تتوهش يا شباب؟ انا بتكلم عن الريسبتورز، الكلاسيفيكيشن الخاصه بالريسبتورز، وخدنا اول نوع من انواع الريسبتورز اللي هي الميكانو ريسبتورز. ناخد النوع الثاني اسمه ثيرمو ريسبتورز، وده هناخده ان شاء الله في محاضراتنا في نيورو ساينس 1، اللي هو الثيرمو ريسبتورز، الريسبتورز الخاصه التي تحدد درجه الحراره، اللي بتعمل ديتكشن اوف ثيرمال فورم اوف انرجي، بتقدر تحدد درجه حراره، هل الجو بارد، هل الجو حار، بنسميها عندنا طبعا ريسبتورز خاصه بالجو البارد بنسميها كولد ريسبتورز، وريسبتورز اخرى خاصه بالجو الحار اسمها وورم ريسبتورز، ودي ريسبتورز بتقدر تحدد درجه الحراره اللي على اساسها الجسم يتفاعل مع درجه حراره الجسم، ويبعت اشارات للمخ بيبين درجه الحراره عشان يقدر الجسم يتعامل معها، اسمها ثيرمو ريسبتورز، ودي هناخدها بالتفصيل في مره من مرات الشرح الخاصه بالسنسوري. النوع الثالث من الريسبتورز بين ريسبتورز، ودي ايضا هناخدها بالتفصيل، بنسميها النوزي ريسبتورز.
اللي هي نوزي اللي هي المقلقة، ريسبتورز اللي بتستشعر الألم، الألم ده اللي بيودي المريض للدكتور، والألم دي نعمة كبيرة من عند ربنا، لأن الألم هو معناه تيشو دامج. أول ما تشعر بألم ده معناه إن عندك تيشو دامج، لازم تتحرك عشان توقف هذا التيشو دامج عشان ما يحصلكش أي مشكلة. نوع هذه الريسبتورز الموجودة المسؤولة عن البين اسمها فري نيرف اندنج. هذه الريسبتورز ريسبوند تو تيشو دامج، أي تيشو دامج بيعمل بين فيحصل ريسبونس لهذا البين بالاستجابات المختلفة. وأيضا هناخد البين ريسبتورز بالتفصيل في السنسوري. من انواع الريسبتورز ايضا الكتروماجنتيك ريسبتورز او فوتو ريسبتورز، ودي هناخدها في مديول نيوروساينس 2 مع الفيجن. في ريسبتورز موجوده في الاي تو ديتكت لايت، حاجه اسمها رودز وكونز، خدتوا فكره عنها يمكن في ثانوي، تو ديتكت لايت عشان نشوف نقدر نشوف الرؤيه، ديتكت لايت. اند في حاجات ايضا موجوده في الفوتو ريسبتور ديتكت الكتريكال دامج اوف تيشو، يبقى نقدر نقول ان الالكتروماجنتيك ريسبتورز دي مرجوعه هناخدها في نيوروساينس 2، ودي الفوتو ريسبتورز الرودز والكونز الخاصه بالرؤيه، بالرؤيه اللي احنا بنشوف بيها الرؤيه بانواعها المختلفه وليها تفاصيل كتيره هناخدها في نيوروساينس 2. نوع اخر من الريسبتورز اسمه كيمو ريسبتورز. كيمو ريسبتورز يعني يستجيب للحاجات الكيميائيه، ريسبوند تو كيميكال تشينج، ريسبوند تو كيميكال تشينج، زي مثلا التيست والسميل اللي هناخده في نيوروساينس 2، الاكسجين والكربون دايوكسيد والهيدروجين ايون كونسنتريشن في البلاد، ودي مهمه جدا في ريسبتورز تقيسها، ودي موجوده في الكدني ايضا هناخد فكره عنها في الكدني. الاوزمو ريسبتورز والجلوكو ريسبتورز، الاوزمو ريسبتورز اللي تقدر تشوف نسبه الجلوكوز ويتفاعل، لو جلوكوز زياده يطلع انسولين اكتر وهكذا، وجلوكو ريسبتورز عشان اشوف نسبه الجلوكوز في الدم وغيرها. الاوزمو ريسبتورز والجلوكو ريسبتورز دي مهمه. الاوزمو ريسبتورز دي ريسبتورز اللي بتحدد لك الاسمولاريتي، كميه صوديوم كلورايد او كميه الصوديوم في الدم، والاسمولاريتي عاليه ولا لا، وعلى اساسه بتاخد الجسم بياخد موقف من طريق تطليع بعض الهرمونات عشان يحافظ على الاسمولاريتي بتاع جسمك بشكل طبيعي. والجلوكو ريسبتورز يعني كميه الجلوكوز في الدم، لما الجلوكوز يزيد في الدم يزيد قصاده الانسولين، يزيد افراز الانسولين من البنكرياس عشان يقدر يحافظ. وهذه الاوزمو ريسبتورز والجلوكو ريسبتورز موجوده في الهايبوثالاموس وليها دور كبير هناخده ان شاء الله في الفسيولوجي بعد كده في مكانه. يبقى نقدر نقول يا شباب ان احنا اتكلمنا عن انواع الريسبتورز المختلفه، سواء كانت كيمو ريسبتورز او ثيرمو ريسبتورز او بين ريسبتورز او ميكانو ريسبتورز وغيرها من الريسبتورز المختلفه في الجسم. دي ملخص عام لانواع الريسبتورز اللي مش كلها هناخدها في السنسوري، هناخد بالتفصيل الريسبتورز من الميكانو ريسبتورز، التاتش والبريشر، التاتش بانواعه زي ما هناخد بعد شويه، والبريشر، وايضا هناخد الثيرمال ريسبتورز والبين ريسبتورز بكتير من التفاصيل. ده الاجزاء اللي هناخدها في السنسوري، اما الاجزاء الاخرى هناخدها في مديولز اخرى باذن الله. يبقى احنا اتكلمنا يا شباب عن الديفينيشن اوف ريسبتور واحد، تاني حاجه كلاسيفيكيشن اوف ريسبتورز، تالت حاجه بروبرتيز اوف ريسبتورز، خصائص الريسبتورز. ما هي الخصائص الخاصه بالريسبتورز؟ اول خاصيه من خصائص الريسبتورز سبيسيفيسيتي. سبيسيفيسيتي يعني سبيسيفيك، كل ريسبتور سبيسيفيك لاحساس معين، يعني بيحس احساس معين، مش عايزين نقول بس، لا بيحس احساس معين اكتر من اي احساس اخر. فالريسبتورز الخاصه بالتاتش بتحس التاتش اكتر من اي حاجه تاني، الريسبتورز الخاصه باللايت بتحس اللايت اكتر، الريسبتورز الخاصه بالتمبريتشر بتحس التمبريتشر اكتر. يبقى اي ريسبتور له سبيسيفيك سنسيشن، يعني اي ريسبتور له سبيسيفيك سنسيشن، دي مسميها المولار سلو. سبيسيفيك ستيمولس، في سبيسيفيك ستيمولس بيعمل ستيمولس لهذا الريسبتور، يعني الريسبتور الخاص باللايت الستيمولس بتاعنا هو اللايت، عشان اعمل استثاره لهذا الريسبتور بعرضه لللايت. طب افرض خبطت واحد مثلا خبطته ميكانو ريسبتورز، هل هعمل استيميليشن؟ هعمل استيميليشن خفيف، زي واحد يقول لك اوريني النجوم في عز الظهر، واحد خبطك في عينيك فتحس بنور، يعني حتى انت خبطك حاجه ميكانيكال حسيت بنور حصل، لان الميكانو ريسبتورز ليه سبيسيفيك سنسيشن ايا كان الاستيمولس اللي اتعرض ليه. يبقى سبيسيفيك سنسيشن
وسبيسيفيك ستيمولس اسمه اديكوات ستيمولس، احسن ستيمولس، احسن ستيمولس يعمل استثاره لهذا لهذه الريسبتورز معين، زي ما هنقول بعد كده اكزامبلز عشان تفهموا الكلام اللي بنقوله. يعني ستيمولس، ستيمولس يعني ايه يا شباب؟ ستيمولس او مؤثر هو عباره عن تشينج ان انفايرمنت اوف ان اكسايتابل تيشو which causes the tissue to respond. ده عبارة عن ايه؟ تشينج في الانفايرومنت، تغير الستيمولس اللي هو المثير اللي هيعمل اللي هيثير هذا الريسبتور، هو عبارة انه يحصل ايه؟ تشينج في الانفايرومنت، تغير في البيئة of an excitable tissue للتيشو الاكسايتابل اللي هو الريسبتورز which cause the tissue to respond، اللي بيخلي هذا التغير ممكن يكون بسيط ما يعملش ريسبونس، ولكن التغير الذي يحدث ريسبونس بنسميه ستيمولس. تمام يا شباب؟ يبقى اول خاصيه من خصائص الريسبتورز سبيسيفيك سنسيشن، ان كل ريسبتور له سبيسيفيك سنسيشن خاص بحاجه معينه. ريسبتور خاص بالتاتش، ريسبتور خاص باللايت، ريسبتور خاص بالتمبريتشر، كل ريسبتور ليه خاص بليه سبيسيفيك سنسيشن. لما نقول ان كل ريسبتور له سبيسيفيك سنسيشن دي اسمها مولرز لو. تاني حاجه، هل كل ريسبتور هينفع اعمل له ستيميليشن باي ستيمولس؟ لا، كل ريسبتور له سبيسيفيك ستيمولس ايضا بيعمل ستيميليشن ليه. هل ينفع اعمل له ستيميليشن بستيمولس تاني مختلف؟ اه ممكن، ولكن محتاج سترينث اقوى في الستيمولس وهيدي ريسبونس بنفس السنسيشن. يعني ستيمولس، ستيمولس هو عباره عن تشينج اوف انفايرمنت اوف ان اكسايتابل تيشو which causes the tissue to respond، تغير في البيئه للاكسايتابل تيشو اللي بيخلي التيشو يحصل له ريسبونس في النهايه. يبقى اول خاصيه من خصائص الريسبتور سبيسيفيسيتي، التخصص، ان الريسبتور متخصص بسنسيشن معين في ستيمولس معين بيقدر يعمل ريسبونس افضل من اي ستيمولس اخر. طب عايزين نفهم اكتر، نقول في حاجه اسمها ان اديكوات ستيمولس. ستيمولس اديكوات يعني كافي، عباره عن سبيسيفيك ستيمولس ذات بوتنت انف تو بروديوس ريسبتور بوتنشال. عشان اقول ان الستيمولس ده اديكوات يعني كافي انه يقدر يطلع لي في الاخر ريسبتور بوتنشال يرقى الى انه يعمل ريسبونس، يعني يصل لي اكشن بوتنشال ويبعت لي اشاره للمخ بهذا الاحساس، بسميه ان اديكوات ستيمولس. الاديكوات ستيمولس هو السبيسيفيك ستيمولس ذات بوتنت انف تو بروديوس ريسبتور بوتنشال. ايه هو الاديكوات ستيمولس؟ ستيمولس اديكوات، لو قلنا انواع من انواع الريسبتورز المختلفه في جسمي، وايه هو الاستيمولس اللي يقدر يعمل ريسبونس لهذه الريسبتورز. الرودز والكونز يا شباب دي ريسبتورز موجوده في الاي مسؤوله عن اللايت. الاديكوات ستيمولس بتاعنا للرودز والكونز هو اللايت، لان اللايت بكميات قليله يقدر يستثير هذه الريسبتورز اللي هي الرودز والكونز. الباسينيان كورباسل دي موجوده في السكن مسؤوله عن التاتش والبريشر، يبقى البريشر والتاتش هو اكتر ستيمولس يقدر يعمل ريسبونس للباسينيان كورباسل. الميزنرز كورباسل التاتش بيعمل لها ستيمولس، بيدي اديكوات ستيمولس. الفري نيرف اندنج، الفري نيرف اندنج زي ما خدنا في البين، البين نوع الريسبتور فيه فري نيرف اندنج، وايضا الكروت تاتش نوع الريسبتور بيكون فري نيرف اندنج. الرافيني اورجان البريشر، هذا الجزء ممكن يكون محط اسئله في الامتحان. اقول لك الاديكوات ستيمولس اوف رودز اوف كونز هو ايه؟ هو اللايت. طيب التاتش، ايه الريسبتورز المسؤوله عن التاتش في اللي قدامنا؟ الباسينيان كورباسل والميزنرز كورباسل والفري نيرف اندنج ايضا مسؤول عن تاتش اللي هو الكروت تاتش. البين، انهي ريسبتورز مسؤوله عن البين؟ الفري نيرف اندنج. البريشر، انهي ريسبتورز مسؤول عن البريشر؟ الرافيني اورجانز والباسينيان كورباسل. تمام يا شباب؟ ننتقل الى الخاصيه الثانيه للريسبتورز. طبعا احنا بنتكلم بشيء من يعني التلخيص، لان الكلام ده المفروض انه انتوا خدتوه في النظري المفروض، وهذا جزء مهم جدا نعرفه عشان امتحان العملي، واي جزء بالشرح هيدخل في امتحان العملي، اي جزء بنشرحه في سلسله هذه المحاضرات هيدخل في امتحان العملي. ثاني خاصيه من خصائص الريسبتورز هي الاكسايتابيليتي، اكسايتابيليتي. تمام، وانتوا خدتوا كلام كتير عن الاكسايتابيليتي في المديول الاول في النورمال ستراكشر، وايضا خدتوا في شرح النظري الخاص بهذا المديول. الاكسايتابيليتي يعني ايه؟ اكسايتابيليتي ده عباره عن القدره بقى ان انا هعمل ريسبتور بوتنشال بعد كده اعمل اكشن بوتنشال. الريسبتور بوتنشال او الجينريتور بوتنشال
الاول هعمل في الريسبتور، الريسبتور هيتعرض لستيمولس معين، هذا الستيمولس هيكرييت ريسبتور بوتنشال. هذا الريسبتور بوتنشال هل عنده القدره على انه يمشي يتحرك يحصل له بروباجيشن؟ لا، فلازم اعمل جينيريشن اوف اكشن بوتنشال عشان خاطر اقدر اعمل بروباجيشن ويصل للبرين. ميكانيزم اوف ستيميليشن اوف ريسبتور، كيف يتم كيف يحدث ستيميليشن للريسبتورز؟ اول حاجه بيعمل ستيميليشن للريسبتورز عبر المؤثرات المختلفه ايا كان نوعه. كل ريسبتور معين ليه مؤثر معين بيدوله اديكوات ستيمولس بيقدر يعمل ريسبونس. يبقى اول حاجه بعمل ستيميليشن للريسبتور بالاديكوات ستيمولس الخاص بيه، دي اول حاجه. يعني مثلا لو ريسبتور معين خاص بالتاتش يبقى بعمل تاتش، يبقى ده هو الستيمولس. بعد ما بعمل تاتش للمكان اللي فيه الريسبتور، الريسبتور يعمل كرييشن اوف ريسبتور بوتنشال، ينتج عن ذلك ريسبتور بوتنشال. بعد كده سبريد اوف ريسبتور بوتنشال، يتحرك الريسبتور بوتنشال لحد ما يصل لنقطه معينه يعمل جينيريشن اوف اكشن بوتنشال، يكون اكشن بوتنشال عشان بعد كده يحدث بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال. لو الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال از سترونج انف it open voltage gated sodium channel and action potential is produced. stimulus خاص معين، هذا الريسبتور adequate stimulus نتج عنه response. response اللي هينتج هو receptor potential. receptor potential ده ليه amplitude معين، amplitude شدة معينة. والreceptor potential زي ما هناخد بعد شوية يختلف عن الاكشن potential. كان بي سميتد، ممكن نحط شويه على شويه ونعمل امبليتيود، يعني ممكن نزود الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال. لو الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال كان سترونج انف وقدر يفتح فولتج جيت الصوديوم تشانل ويوصلني للفايرنج ليفل، يبقى الاكشن بوتنشال هينتج، وينتج الاكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال هو اللي يحصل له بروباجيشن وينقل الاشاره العصبيه. تمام يا شباب؟ طبعا الكلام ده بناخده بشيء من الاختصار، لان تفاصيله احنا عايزينك تبقى عارف هذا الكلام بشيء من الاختصار في البراكتيكال. تمام؟ ده شكل الباسينيا الكورباسل، لو انا عرضتها للتاتش هيكرييت ريسبتور بوتنشال نتيجه الاستيمولس اللي انا اعطيته اللي هو التاتش، كان اديكوات ستيمولس نتج عنه ريسبونس، هذا الريسبونس كان تغير بسيط في منطقه الريسبتورز، كهرباء في منطقه الريسبتور، ريسبتور بوتنشال تبدا تتحرك عبر هذا المكان حتى تصل لنقطه معينه تفتح فولتج جيت الصوديوم تشانل، تكون اكشن بوتنشال، ثم الاكشن بوتنشال بيحصل له بروباجيشن عبر النيرف فايبرز. دي الخطوات الخاصه بالاكسايتابيلتي اوف ريسبتور اوف ريسبتورز بما فيها ريسبتور بوتنشال واكشن بوتنشال. كلما زاد الامبليتيود الخاص بالريسبتور بوتنشال كلما زاد الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال. كل ما بزود الامبليتيود في الريسبتور بوتنشال بزود الفريكوانسي، يعني عدد الاكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال ليس له امبليتيود، لان لو وصلت للفارنج ليفل ما اقدرش ازود الاكشن بوتنشال عن كده كامبليتيود، ولكن بزود الفريكوانسي يعني عدد مرات الاكشن بوتنشال. يبقى الريسبتور بوتنشال هيكون ليه امبليتيود شده، اما الاكشن بوتنشال هيكون ليه فريكوانسي. كلما ضغطت ضغطه جامده عملت تاتش جامد، يبقى الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال هيزيد وينتج عنه زياده في الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال، مما يعطي لك احساس ان الضغطه دي جامده او بالراحه شويه او مودريت او هكذا. البروبرتيز الخاصه بالريسبتور بوتنشال، الكهرباء التي تنتج في منطقه الريسبتورز تمتاز بانها مش اكشن بوتنشال، في منطقه الريسبتور بنسميها ريسبتور بوتنشال. لوكال ستيت اوف بارشال ديبولاريزيشن، يبقى هي لوكال ستيت اوف بارشال ديبولاريزيشن، لو حصل كومبليت ديبولاريزيشن تبقى اكشن بوتنشال ما تبقاش ريسبتور بوتنشال. هل الكهرباء دي ليها تخضع لقانون اول اور نان لو؟ لا، اللي يخضع لقانون اول اور نان لو هو الريسبتور بوتنشال اونلي. اذا الاكشن بوتنشال اونلي هو اللي يخضع لقانون اول اور نان لو، اما الريسبتور بوتنشال نو اول اور نان لو. وعشان لا يخضع لقانون اول اور نان لو فكان بجريدت، في جريدز، في امبليتيودز مختلفه في الريسبتور بوتنشال، كان بجريدت. هل في ابسولوت ريفراكتور بيريود؟ لا، مفيش ابسولوت ريفراكتور بيريود لان ما وصلتش للفايرنج ليفل، فعشان كده كان بي سميتد. يبقى في جريدز في الريسبتور بوتنشال وفي سميشن يزود الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال. الريسبتور بوتنشال يمتاز بانه لونجر ان ديوريشن ذان اكشن بوتنشال،
في الفترة بتاع الريسبتور بوتنشال من 5 ل 10 ملي سكند. ماشي يا شباب، دي الخاصية الثانية. يبقى خدنا الخاصية الأولى للريسبتور بوتنشال، خدنا الاكسايتابيليتي الخاصة بالريسبتور بوتنشال، وهناخد الخاصية الادابتيشن اوف ريسبتور بوتنشال. ادابتيشن يعني التعود، التعود او الادابتيشن اوف ريسبتور بوتنشال. يعني ايه ادابتيشن؟ يعني تعود. واحد كتير منكم بيبقى لابس النظارة ويدور عليها لان اتعود عليها، لان النظارة اصبحت موجودة، في تاتش ريسبتور موجودة من النظارة، ولكن بتبعت ايه؟ كونستانت كونتينيوس ستيمولس. كونها بتبعت كونستانت كونتينيوس ستيمولس، اصبح الريسبتور بوتنشال الامبليتيود بتاعه قل ولا زاد؟ قل. حصل ديكلاين اوف امبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال، ولما قل الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال اصبح لا يرقى انه يعمل اكشن بوتنشال، وان عمل هيعمل عدد قليل من الفريكوانس اوف اكشن بوتنشال، لا يرقى انه يوصل للبرين، فما يبقاش عندك احساس بالحاجه. ادابتيشن، واحد قاعد جنب محطه قطر وقاعد بقاله فترة طويلة والقطر بيعدي قدامه، بعد كده يحصل له ادابتيشن للصوت بتاع القطر. واحد لابس ساعة الكاب واحنا لابسينه بيحصل لي ادابتيشن ليه، ما احسش بيه بعد كده. ليه؟ لان بيحصل ديكلاين اوف امبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال وديكلاين في الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال. امبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال وفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال، ده بيحدث نتيجة ايه؟ كونستانت كونتينيوس ستيمولس، ده اسمه ادابتيشن. هل كل الاحساسات لها نفس القدره على الادابتيشن؟ لا اطلاقا. ينقسم الكلاسيفيكيشن اوف ادابتيشن الى سلولي ادابتنج او نون ادابتنج. في ريسبتورز اساسا ما بيحصلهاش ادابتيشن زي البين ريسبتورز. البين ريسبتورز من كرم ربنا ان ما يحصلهاش ادابتيشن، لان البين معناه تيشو دامج. تخيل لو حصل لك ادابتيشن للبين ويحصل لك تيشو دامج ودامج وما تتحركش، ده معناه ان يحصل لك مشاكل كبيره، فكان ربنا لازم يخلي البين سلولي ادابتنج وكونسيدرد نون ادابتنج ريسبتورز. ريسبتورز ممكن تصل لمرحله ان ما يحصلهاش ادابتيشن. slowly adapting static tonic receptors ومسميها البين ريسبتورز، ودي نون ادابتنج ريسبتورز او slowly very slowly adapting receptors. في ريسبتورز بتحصل لها ادابتيشن سريع rapidly adapting receptors زي التاتش، البسين الكورباسل زي الساعه اللي انت لابسها والنضاره والكاب، بيحصل rapid adaptation لهذه النوع من هذا النوع من الريسبتورز. التاتش او البسينيان كورباسلز دي بيحصل لها ادابتيشن سريع. مودريتلي ادابتنج ريسبتورز، ريسبتورز بيحصل لها ادابتيشن بشكل مودريت زي التمبريتشر، الكولد ادابت مور سلولي زي ما هناخد بقى بالتفصيل بعد كده. ودي هذا السلايد ده مهم جدا في الامتحان، هاجي لك سؤال في الامتحان بين كونسيدرد از ا رابيدلي ادابتنج ريسبتورز، صح ولا غلط؟ طبعا غلط. بين كونسيدرد از سلولي ادابتنج او نون ادابتنج ريسبتورز. temperature considered as rapidly adapting receptors، صح ولا غلط؟ غلط. temperature considered as moderately adapting receptors. touch considered as rapidly adapting receptors، صح، لان touch هو اكتر حاجه بيحصل لها adaptation سريع. طب ايه السبب الميكانيزم؟ ممكن اسالك سؤال، طب ايه سبب الميكانيزم؟ ايه الميكانيزم اللي بتخلي الريسبتور المعين يحصل له adaptation؟ كل ريسبتور ليه اتس اون ميكانيزم، كل ريسبتور ليه الميكانيزم الخاصة بيه. الرودز والكونز في عينيا، انت دلوقتي لما تدخل السينما في مكان يكون الاضاءة فيه قليلة بيحصل لك حاجة اسمها دارك ادابتيشن، بتتكيف بعد 5 دقايق او 3 دقايق على المكان اللي انت قاعد فيه. طب لما تطلع من السينما لمكان الاضاءة فيه اكتر يحصل لك لايت ادابتيشن، ادابتيشن للمكان اللي فيه لايت. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق تشينجينج اوف كونسنتريشن اوف زير بيجمنت، عن طريق تغيير تركيز البيجمنت اللي موجوده في الاي. يبقى الرودز والكونز قدرت تعمل ادابتيشن عن طريق تغيير تركيزات البيجمنت الموجوده في الاي. الميكانو ريسبتورز والتاتش عن طريق بتعمل ادابتيشن ازاي؟ بتعمل ريموديلنج اوف ريسبتور ستراكشر ان اكتيفيشن اوف صوديوم تشانل. يعني ممكن تعمل ان اكتيفيشن اوف صوديوم تشانل، يعني تخلي الصوديوم تشانل ما بيحصلهاش اكتيفيشن بسهوله، بصعوبه يحصل لها اكتيفيشن بصعوبه، فده بيحصل adaptation. يبقى المكان كل ريسبتور ل its own property for adaptation. الرودز والكونز كإكزامبل في اللايت بيعمل adaptation عن طريق changing concentration of their pigment. الميكانو ريسبتورز بتعمل adaptation عن طريق remodeling of receptor structure، بيعمل inactivation of sodium channels. الجزء الأخير في محاضرة النهاردة قبل ما ندخل بس في العملي ان شاء الله، وهندي فكره احنا هندرس ايه في المحاضرات القادمه، كودينج اوف سنسوري انفورميشن. واحد نفسي يقول دلوقتي يا شباب انا دلوقتي حد لمسني تاتش، واحد ولع نار ولسعني بين، واحد
شفت درجة الحرارة بتاع الجسم temperature، دي كلها احساسات مختلفة. ازاي البرين بيعمل كودنج لهذه الاحساسات؟ ازاي يعرف ان ده تاتش، ان ده بين، وان دي تمبريتشر؟ عن طريق، على الرغم من ان كل دول بيعملوا في الاخر اكشن بوتنشال، ازاي يفرق ان الاكشن بوتنشال ده بتاع بين، الاكشن بوتنشال ده بتاع تاتش، الاكشن بوتنشال ده بتاع لايت؟ ازاي ده اسمه كودنج اوف سنسوري انفورميشن، ازاي نفك شفره هذه الاحساسات على الرغم ان البرين يستقبل احساس واحد وبيصل له اكشن بوتنشال. اذا بيصل له اكشن بوتنشال، ازاي يفرق بين الاحساسات المختلفه؟ كودنج، كودنج اوف سنسوري انفورميشن. اول حاجه يعني ايه كودنج يا شباب؟ كديفينيشن هي الابيليتي اوف سي ان اس تو ديسكريمينيت، قدره الجهاز العصبي او المخ انه يقدر ديسكريمينيت، يعني يفرق ما بين الموداليتي نوع الاحساس، لوكاليتي مكان الاحساس، انتنستي شده الاحساس. يعني دلوقتي بقول مش بس بين وتمبريتشر وتاتش بس، نوع الاحساس ده كمان مكان الاحساس فين هقدر اعرفه. ده كمان مش كده، واحد خبطني خبطه بسيطه وخبطه شديده، اعرف ازاي الانتنستي اوف ذا سنسيشن ان سبايت، على الرغم ان كل هذه الاحساسات arrival of the same action potential، نفس الاكشن بوتنشال ده هو اللي بيصل للبرين. يبقى الكودنج اوف سي ان اس، الكودنج هو الابيليتي اوف سي ان اس تو ديسكريمينيت موداليتي لوكاليتي انتنستي اوف سنسيشن ديسبايت ذا arrival اوف ذا سيم اكشن بوتنشال. اول حاجه الموداليتي، الموداليتي اللي هو نوع الاحساس. احنا مش قلنا من شويه ان كل ريسبتور ليه احساس معين بيحسه اكتر؟ يعني انا لو حسيت، لو خبطتك كده الريسبتورز اللي تشتغل هي بتاع التاتش، فتنقل احساس التاتش في سبيسيفيك سنتر، يبقى سبيسيفيك ستيمولس لازم يكون اديكوات ستيمولس تاتش، يلمس سبيسيفيك ريسبتورز، تمام، يبعت سبيسيفيك سنسيشن اللي سميناها مولر سلو، يمشي في سبيسيفيك باسواي، تمام. هذا السبيسيفيك باسواي بيصل في النهايه للسبيسيفيك سنتر يحس باحساس معين. يبقى الاحساس التاتش ده بيمشي في ريسبتورز معينه خاصه بالتاتش، في باسواي معين خاص بالتاتش، يصل لسنتر معين خاص بالتاتش، عشان كده البرين بيحس احساس التاتش، تمام. سبيسيفيك ستيمولس ده لازم يكون الستيمولس اديكوات ستيمولس تاتش، تاتش هو الاديكوات ستيمولس عشان يعمل ستيميليشن للريسبتورز الخاصه بيه. تاني حاجة بيبعت هذا الريسبتور احساس واحد specific sensation اللي سميناها مولرز لو، عشان يطلع في باس واي يحمل احساس واحد عشان يصل لسبيسيفيك سنتر. وسبيسيفيك سنتر وسبيسيفيك باس واي اي وبي بنسميها labeled line principle، اما specific sensation بنسميها المولرز لو زي ما خدنا من شوية. يبقى اول حاجة يعني حلينا إشكالية الموداليتي نوع السنسيشن. يبقى إزاي البرين؟ البرين أساسا هيصلوا إحساس من ريسبتور هو بيشيل إحساس معين تاتش، عشان يمشي في باسوي هو برضو هذا الباسوي بيحمل إحساس معين تاتش زي ما ناخد في الباسويز المختلفة بالسنسيشن، عشان يصل لسنتر في البرين بيحس بإحساس معين هو التاتش. يبقى أول إشكالية حلناها الموداليتي، إزاي البرين قدر يحس تاتش؟ لأن التاتش جاي أول حاجة بستيمولس معين كان تاتش، أثر في ريسبتور معين خاص بالتاتش، مش في باسوي خاص بالتاتش عشان يصل لسنتر خاص بالتاتش. تاني حاجة اللوكاليتي. اللوكاليتي whatever the site of stimulus، أيا كان السايت بتاع الستيمولس، the sensation is always projected to the site of receptor. دايما السنسيشن بيرجع تاني لمكان الريسبتور. يبقى أنا دلوقتي لو لمست ريسبتور معين البرين بيعمل بروجيكشن لبروجيكشن، بيعيد هذا الاحساس لمكان، للمكان اللي حصل فيه الاستيمولس، تمام. ودي بتتضح في مثلا لو واحد قطعنا رجله، تمام، نتيجه مثلا حاجه معينه، مرض معين في الرجل، كان في جلطه، مشاكل الدم اللي وصل للور ليمب كان قليل، فحصل استئصال للقدم لحد النية مثلا، يبقى انا شلت رجله كلها. بعد كده بعد ما شلتها لو 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 لمست الطرف الخاص الاستامب الموجود في النية، هيحس كاني بحرك صباعه الصغير اللي هو مش موجود اساسا، بنسمى هذا الموضوع الفانتوم ليمس زي ما خدتوه في النظري قبل كده. ده معناه ان البرين بيبعت للسايت اوف ستيمولس وات ايفر بروجيكتد تو ذا سايت اوف ريسبتورز وات ايفر ذا ستيمولس، تمام يا شباب. النقطة الثالثة في الريسبتورز في الكودينج الانتنسي. يبقى كده حلينا معضلة الايه؟
معضله النوع السنسيشن، معضله اللوكاليتي بتاع السنسيشن، وقلنا ان البرين بيبعت بروجكت لسايت اوف ريسبتورز وات ايفر ذا ستيمولس. الانتنستي قوة الاستيمولس بتعتمد عليه، اعرف ازاي ان ده لمسني لمسة بسيطة وواحد لمسني لمسة تقيلة، اعرف ازاي؟ اعرف عن طريق ايه؟ عن طريق لو لمسني لمسة جامدة ده هيزود الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال مما يؤدي الى زيادة الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال. يبقى لو لمسني لمسة بسيطة الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال يقل فالفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال يقل، وعلى اساسه البرين هيصلوا فريكوانسي معين على اساسه يحدد شده هذه الضغطه. يبقى كود باي تشينج النمبر اوف ريسبتور اكتيفيتد، عدد الريسبتورز اللي عملتها اكتيفيتد، اللي عملت لها اكتيفيشن عن طريق الضغطه، عملت العدد كبير. طب لو عملت العدد كبير يبقى الامبليتيود اوف اكشن بوتنشال يحصل له ايه؟ يزيد، فالفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال تزيد، فكميه عدد الاكشن بوتنشال اللي واصل للبرين يزيد، ده معناه ان اللمسه كانت شديده. بيفسر هذا الموضوع حد اسمه فيبر فيشنر لو وستيفن باور برينسيبل. الفيبر فيشنرز دي خاصه بالهاي فريكوانسي فريكوانسيز، بتقول ان الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال يتناسب مع لوغاريتم انتنستي وستيمولس، كلما زادت الانتنستي وستيمولس كلما زاد الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال كلما زادت الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال. ولكن لو كانت الهاي فريكوانسي هاي انتنستي بستخدم اللوغاريتم عشان اقلل العدد، ده بيكون في الهيرنج مثلا كاكزامبل. اما الستيفن باور برينسيبل في اللور فريكوانسي اللي بيقول ان الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال يتناسب مع الانتنستي وستيمولس، يعني بيساوي ثابت في الانتنستي وستيمولس. والفيبر فيشنر لو وستيفن باور برينسيبل كاسماء لازم نكون عارفين هي بتعبر عن ايه. تمام يا شباب، يبقى كده خدنا الكودينج عن طريق ان انا اتكلمت عن الموداليتي واللوكاليتي والانتنستي وستيمولس. في نهاية المحاضرة نحب بس نقول هنقول ايه في المحاضرات الجاية. احنا بنقول بوجه عام الموداليتي اوف سنسيشن، عندنا حاجة اسمها سبيشال سنسس، الفيجن والهيرنج والتست والسميل، ده هناخدهم في مديول نيوروساينس 2. السوماتيك سنسيشن، البين والتمبريتشر والميكانو ريسبتورز، دي هناخدها ان شاء الله، دي اللي هناخدها في هذا المديول. الاورجانيك سنسيشن، السكس والثيرست والهانجر، ده هناخدهم ايضا في الموتور في نيوروساينس 2. طيب فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف سوماتيك سنسيشن، بنقسم السوماتيك سنسيشن الى ميكانو ريسبت ميكانو سيبت سنسيشن، التكتايل سنسيشن، وده كله كلام هناخده هنراجعه مره تانية في السكشن في المحاضره الجايه ان شاء الله. تكتايل سنسيشن احساس التاتش، والتاتش بانواعه، كروت تاتش زي لمسه قطنايه، والفاين تاتش زي لمسه سن قلم رصاص، يكون حاجه بلانتد زي ما هناخد بعد كده عشان احدد مكان لمسه القلم. تمام، التكتشر اللي هي خاصه لما المس ماده معينه اعرف النوع بتاعها، دي حرير ده صوف دي غيرها. ستيريوجنوزيس يعني لما امسك قلم واعرف ان امسك مفتاح اعرف ان ده مفتاح، عرفته ازاي؟ اسمها ستيريوجنوزيس. كل الكلام ده هناخده بالتفصيل. البريشر لما اشيل حاجه اعرف دي تقيله اقارنها بحاجه تانية اخف، دي اسمها بريشر. الفايبريشن سنس، ان انت استخدام الشوكر رنانه هتعمل فايبريشن واحساس الفايبريشن والباسوي بتاعه، كل ده هناخده بالتفصيل. الاتشنج، الهارش والتيكلينج، دي برضو هناخد بيتشال على انهي باسوي. البوزيشن سنس، ستاتيك سنس بوزيشن، ان انا احرك صبعي الصغير وانت مغمض اعرف هو بيطلع لفوق او تحت. كينيتيك سنس بوزيشن، سواء كان بيتحرك اقول لك ان هو متحرك ولا ثابت ولا هو بيتحرك في انهي اتجاه، ده اسمه ستاتيك سنس بوزيشن. لو كان ستاتيك ثابت، او كينيتيك لو انا بحركه في اي اتجاه، زي ما ناخد بالتفاصيل بعد كده. دي الاحساسات اللي هناخدها ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله، بالاضافه الى الثيرموسيبتيف سنسيشن، ده بقى هناخده في المحاضره اللي بعدها. هتكلم عن الكولد والورم سنسيشن والريسبتورز الخاصه بيها والباسوي وغيرها، وهنركز قوي ان احنا نبقى عارفين الباسوي. البين سنسيشن دي هتكون في المحاضره اللي بعدها، اللي بعد بعدها. هاخد الكيوتينس بين والديب بين والفيسرال بين. وبكده احب اقول لكم بس يعني ممكن تسالوا في ايه في المحاضره اللي احنا شرحناها، ممكن اسال اسئله ودي يكون هوم ورك تعملوه باذن الله. ديفاين ذا ريسبتور اند منشن زير ديفرنت تايبس، دي اول سؤال. منشن ذا بروبرتيز اوف ريسبتورز، ثاني سؤال. وات از ذا ديفينيشن اوف ادابتيشن، ثالث سؤال. هاو ار ريسبتورز ار كلاسيفايد اكوردنج تو زير rate of adaptation، يعني احنا بنقسمها على rate of adaptation slowly and rapidly and moderately adapting. What is the sensory code؟ اسئله تانية. What do you know about the following؟ مولرز لو،
of specific nerve, labeled line principle, Weber Fischler principle, Stephen Power principle, law of projection, phantom limb. دي كانت موضوعات وشرحنا ده مقدمة لموضوعات هنشرحها بإذن الله. مهم جدا تعرفوا ان دي محاضرات عملي، في بعض الموضوعات احنا بنشرحها بشكل سريع للتذكرة زي الريسبتورز وانواعها وغيرها، خدتوا تفاصيل اكتر في شرح النظري ممكن ترجعوا لمحاضرات النظري، ولكن هي مطلوب منكم هذه العناوين مطلوبة ايضا في امتحان العملي، وان شاء الله موفقين بإذن الله، وان شاء الله في المحاضرة الجاية هتكون محاضرة يعني شيقة اكتر لأن هيكون فيها جزء عملي بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.